الخير واهلا بكم على قناتي هاني المكاوي كوليكشنز. النهارده انا عندي مفاجاه ليكم. الحمد لله جوز الفيشر باض وبيني وبينكم هو بايظ من زمان، بس انا ما حبيتش افتح عليه وما حبيتش اصور الفيديو ده اول ما الانثى باضت، على اساس انتوا عارفين انا كنت كان ليا تجربه سابقه مع الفيشر قبل كده، ان هو انا للاسف اول ما جبته كنت على من زمان ايام ما كنت في مصر وانا في الكليه يعني، كنت جبته بعدين اول ما باضت بقيت على طول افتح عليها، واول ما البيض فقش بقيت افتح عليها، فهي في الاخر خالص سابت لي الفروخ لغايه ما ماتوا، وبعد كده للاسف ما عادش بتنام على البيض خالص. فانا قلت المره دي خليني اصور الفيديو لما يفقس البيض، واحاول ان هو يكون يعني افتحه مره واحده بس، بحيث ان هي ان شاء الله تنام على البيض ويطلع ان شاء الله، ويبقى الفروخ اللي هي طلعت كمان ما تموتش. فتعالوا معايا بقى نشوف الفشر والفروخ بتاعته. اتفضلوا معايا. انا هنا دلوقتي هفتح البياضه، طبعا لازم الاول اخبط كده عليهم على اساس الانثى تطلع، بس للاسف ما فيش حاجه بتطلع، لان ما شاء الله الحمد لله الانثى يعني حاجه الانثى كويسه قوي، بتنام على البيض وما بتطلعش بسهوله منه، يعني ما بتطلعش بسهوله من عليه وتسيبه، زي ما انتم شايفين ما فيش حاجه طلعت. فانا كده بعد التخبيط ده كده هي عارفه ان انا ممكن افتح عليها البياضه، فمش هتبقى قلقانه قوي يعني، ولما تيجي كمان ممكن كمان تكون قامت شويه من على البيض، بحيث ما يبقاش الفتح مفاجئ ليها، فممكن مثلا تدوس على البيض او تكسر البيض او تدوس على الفروخ. فدلوقتي زي ما انتم شايفين هنفتح مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. لو انتم شايفين دي الفروخ اهي، في واحد ما شاء الله الريش كساه اعتقد كده، لو انتم شايفينه ده الصغير اهو، فرخ صغير، وفي هنا فرخ كمان كبير ما شاء الله بيمشي اهو، وفي بطين اهو ان شاء الله. اتمنى باذن الله يا رب كده ان هم يطلعوا ونشوف الفروخ بتاع يعني نشوف الفأس بتاع البطين دول، وان شاء الله يا رب يبقى خير باذن الله. فاتمنى ان انتم تتابعوني ان شاء الله، وتعملوا سبسكرايب ولايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم ان شاء الله كل جديد. عموما انا هفتحه دلوقتي اكتر، لان الجوز طلع بره في القفص، فمفيش فيه قلق ان هما يهربوا او اي حاجه يعني. فكده زي ما انتم شايفين ادي يعتبر جوز اهو، وفي بيضتين ان شاء الله ده زي ما انتم شايفين اهو، ده الجوز وان شاء الله البيضتين دول زي ما قلت كده ربنا يوفق ان شاء الله يطلعوا. فان شاء الله باذن الله هيبقى في فيديو جديد لما العصافير ان شاء الله تبقى حالتها كويسه، بحيث اوريها لكم ان شاء الله، ولما تكبر كمان شويه. فعموما ده الفيديو بتاع النهارده، اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو تاني جديد، وطبعا زي ما قلت لكم اتمنى بس ان انتم تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد باذن الله، واشوفكم على خير ان شاء الله. مع السلامه.